ايه برغم يا منى ان انت ملامحك طفوليه والناس كانت شايفاكي طفوليه الا ان بقت الناس واخده انطباع ان منى اجريسيف او منى عصبيه او منى عشان برامج كتير طلعت فيها كده من الاول. لا كنت بطلع هي بس الناس ما بتبقاش قادره تفهم ان احنا بنبقى ممكن يكون فعلا متنشنين ده بجد او حد بيضطرك انك يستفزك بجد. كلنا ممكن نستفز يعني ما فيش حد مش هيستفز. انت النهارده ليك طاقه حد هيضغط لك على اللي انت حتى لو انت هادي شفت هادي هتوصل لمرحله انت الاكستريم بتاعك شوف بقى قد ايه على حسب ما انت. ما ينفعش النهارده حد يكلمني بطريقه مش حلوه اقول له ميرسي يقول لي انت كذا اقول له كتر الف خيرك. لا ما فيش حد مش ماشي انا لا انا عندي دلوقتي ده تخيل يعني اوصل بقى كده هتوصل بقى قله ادب هبقى قله ادب اكتر منك. الناس واخده الانطباع ده بسبب كده لان هم ممكن يكونوا بيشوفوا الفينال بتاعه ما بيشوفوش اوله. هما بيشوفوا اللي هما عايزين يشوفوه في الاخر لكن ما بيشوفوش ايه اللي بيحصل. زي بيقول لك منى انت بتهاجمي فلانه انت بتهاجمي علان انت بتكتبي ما اعرفش ايه. اقول لهم ايوه لان انتوا ما بتعرفوش ايه اللي بيحصل بره اللي هو في المطبخ يعني. فانا مش مضطره ان انا انزل لكم عريضه اقول لكم يا جماعه اصل فلان كتب كذا وفلان عملت كذا. مش مضطره ان انا اشرح لكم ليه براحتكم عاجبكم على كده تعرفوني مش عاجبكم ولعوا عادي جدا. ايه البرنامج اللي انت طلعتي فيه وحسيتي انك خسرتي قوي؟ خسرت قوي يعني اللي هو كان هو حلهم بينهم ده ده كان زمان او مع عمرو. ايوه الناس فاكراني ان انا كده بس انا مش كده يعني. اول كنت صغيره كان عندي 21 سنه تقريبا او 22 سنه 21 سنه بالظبط. وبعدين كنت بصور مسلسل اسمه نافذه على العالم وهي البنت كلام بلدي. تخيل انت جايبينك من لوكيشن عشان يعمل فيك مقلب وانا مش عارفه انه مقلب كده يعني. انا اساسا مطلعيني من اللوكيشن ورايح اصور وارجع تاني اللوكيشن وهو اساسا عمرو اساسا استلمني من قبل التصوير يعني من قبل ما اخش البرنامج بدا يستفزك قعد يغلط فيا من قبل. فانا داخله اساسا مش عارفه اتعامل معاه لغايه اما قعد بقى يقول لي تجميل ومش تجميل والمعك ايه المعك انا جزمه ورنيش. طب وبرامج المقالب بقى التانيه اللي انت طلعتي برامج مقالب بعد كده بس فيها لا بس انا مش تقريبا ما المقالب اللي احنا كنا بنعملها ما كناش كنتش اعرفها كل حتى اللي صورناه لان انا تقريبا انا هربت من رامز جلال كذا مره كتير بقى ربنا بيوقف لي حد يقول لي خلي بالك ده مقلب رامز. طب وليه ما بتروحيش؟ ما كل الناس ما يعني معظم الناس حتى لو عرفت بتعمل مش عارفه. لا ما بحبش كده. اولا رامز صاحبنا كلنا وانا بحبه ما حدش يزعل منه ولكن طبع. انا ما بحبش الفيدباك بتاعه اللي هو التعليقات اللي هو بيقعد يقولها على الناس. ورامز صعب وبعدين لسانه متبري منه فاهمني عايز قصه يعني. قلت له انا يوم ما افكر اعمل برنامج هعمله توك شو ده انا هعمله مقالب كل الحلقات رامز جلال يعني مش هجيب حد تقتص منه هو بس ان اعمل فيه كل يوم مقلب اعذبه واقول كلام عليه كتير. هو خف الدم وكمان في التريقه على الضيف في الشويه بتوع البدايه او في ردود الافعال. ايوه بس تعالى بقى هو بيعمل ده معانا احنا تعالى اعمل كده مثلا ما بيبقى عندنا ضيف مثلا من بيروت او من اي دوله عربيه ما بيغلطش عليه فده يزعل يعني عشان يمكن بيحسبها ان ممكن تبقى منا صاحبته وتتقبل الكلام ولكن ده احنا ده تعليقات انا ما اعرفش بقى هو كان بيقول ايه بقى يعني. هما المرتين اللي انا طلعت فيهم بتاع الاسد ده تمام وكان يوم منيل ده بتاع الاسد ده مش هزار يعني. وتاني مره بتاعت ما كنا في ابو ظبي مش منظر يعني مش طبيعي. وانا اصلا ما فيش اي حاجه هدومي باظت حاجتي وقعت عندي كنت لابسه حاجه الماز وقعت ما اعرفش حت فين فاهمني كل حاجه الحزام وقع الحزام وقع دي ازاي الحزام دي اتفك ازاي ما تسالنيش ما لا انت عندك حاجه عماله تاخدك لتحت والله ما بهزر وبعرفش ايه اللي كنت باكله ده الهباب ده حاجه مقرفه جدا وبيطلعوني مش قادره اطلع بجد فبحس انه مش لطيف.